إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم أحبابنا اللي يحبونا ونحبهم داخل البلاد وخارج البلاد، معكم مراد قسطنطين وفي الإعادة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما كاينة إفادة. الموضوع تاع اليوم راه مليح مفيد جدا. قبل ما ننطلقوا حبيت برك نشكر الناس اللي كتبوا لي وعيطوا لي قالوا لي خويا مراد لا فيديو تاع المقنين هذاك أكبر مقنين فات 22 سنة كي شفناه كاين بزاف اللي قالوا لي بكينا لازم تبكي أنا كي نشوفو نبكي صح علاه أكبر مقنين عندي أحسن مقنين عندي هكذا واحد ديما يكتب لي يقول لي كي نسمعك تقول القسنطيني الأصيل راك درت لي عقدة ربي إن شاء الله العقدة هذه اليوم نحيها لك هكذا اليوم تسمعها. شوف يا أخي حنا عندنا هنا في الجزائر 48 ولاية أحسن مقنين أفضل مقنين هو الشرقي علاه شوف أنا كي نعت نعت لك بالصوت والصورة كي نقول القسنطيني الأصيل نعتو ولكن عندك انت كاينه ولايه وفيها خير من المقنين الشرقي اللي مادا بيا هكذا كيما درك نعطيك مثال البركه في المروك في المروك كي تهضر نهضر معاهم واش يقولوا لي يقولوا لي حنا المقنين المخير عندنا هذا تاع قنيطره هي قداك حنا هنا في الجزائر احسن مقنين هو الشرقي هكذا المهم راك فهمت ولا ما فهمتش بربي ان شاء الله نفهمك حتى تفهم ويبقى ديما تريد ماركا المقنين القسنطيني الأصيل هو الأحسن والأفضل. ننطلقوا بربي إن شاء الله كاينين دي زامي عيطوا لي خويا مراد درك وكس لا كوبليمون واحد يقول كاين عندي فوليارا ما عرفتش كيفاه ندير وقداه نحط ربي إن شاء الله درت ولعبت لكم ساعة الخطرة هذي هذا لا فيديو إن شاء الله إن شاء الله يجيب نتيجة. شوف المقنين في لاماتير كيما قلت لكم المقنين واش يدير داروا ربي دلوا النظام وقت لا كوبلومو تكوبلو من بعد يتفرقوا المال المال يروح وحده لا فينا تروح وحده عام كاملة وقت لا كوبلومو يزيدوا يعاودوا تكوبلو وهي رايحة هكذا هذه الطبيعة تقول هكذا بصح حتى انت تحطوا في الفوليارة مع بعضهم هذا اللي قال لك حطوا اولا يكذب عليك وثانيتها هكذا اولا يكذب عليك غلط وحب يغلطك ربي ان شاء الله اليوم تدي صح. شوفوا نتوما اللي عندكم لي فولير واش ديروا وقت قبل لا كوبلومون لي فيمال حطوهم وحدهم ولي مال وحدهم هكذا باش تكون الرغبه كيما في لا ناتشر كي تلقاهم بداو يوجدوا واش دير خروف يا اخي هما من جونفي فيفري بداو يوجدوا كي بداو يوجدوا اطلق لي مال مع لي مال اطلقوهم مع لي فيمال ربي ان شاء الله يخيروا بعضهم ويتكوبلاو وتكملوا واي انسان في عمره 6 سنين يصلح المقنين يعني قلت لكم اللي يتبعني اسهل حاجه الخدمه تاع المبتدئ هي لا فوليير دير خويا فوليير مالك ما تخسر والو تمد الماكله وتنيطواي فقط بصح هي دعها انها معموره في سيباراسيون شويه واعره والموضوع الثاني اللي هو كاينين بزاف يربيو المقان السوفج كما نقولوا حنا الخلوي ويقول لي خويا مراد يا انت راه الخلوي يصلح شوف شوف يا اخي نكذب عليك ونقول لك يصلح ونكذب عليك ونقول لك ما يصلحش الحاجه اللي نقول لك انايا يعني 90% الخلوي راهو يصلح في الكاجا منو من تاع الكاجا الخلوي راهو يصلح في الكاجا انا حياتي كامله ربيت المقني خلوي هو اللي كوبليت ليه سوفاج وربيت النينو خلوي كوبليت بيه ربيت الصورة خلوي ما ربيتش تاع الكاجا البانسون خلوي بكل خلاوة عمري ربيت واحد تاع كاجا هكذا راه خويا حطهم راهم يصلحوا اللي عنده مقنين عنده شهر وعنده شهرين وتشوف الباك تاعو بدا يروسي ومش شرط مشروطي يغني لك على الفمالة روز الباك حب وقت التزاوج اطلقهم دير لهم بليصة كان ربي ان شاء الله تصلحوا المقنين والحمد لله 80% عاد يصلحوا المقنين حنا دركا 2020 2021 2022 لعيان ربي خلاص المقنين حبسوا منه توليو اللي يحب يصلح الصوره يحب يصلح البانسون يحب يصلح النينو يحب يصلح الطاره شونتور دافريك ادخل عند خوك مراد كاينين فيديوهات
ومازالوا نزيدو نطلقوا فيديوهات ها كي نخلصوا من المقني وليو اللي يحب يربي الفار دون باسو يدخل يكتب مرض كونستانتين يخرج لك كلش هكذا. ودرك نزيد نبعث لكم كيفاش تبريباريو اللوز والجوز كي ديروا المقني مع البركه. يعني نعت في الفيديو الاخر شي هو كاينين بزاف ما فهموش واحد قال لك ما فهمش انا فهمتكم روحوا نعت لكم كيفاش تبريباريو هكذا. ما تنساوش ردوا بالكم تغلطوا كاينين يعني الناس غالطين ويغلطوا فيكم. الفوليارة كي يوجدوا اطلق كي تخلص لاكوبلومون نحيم على بعضها هكذا تخليوش لي مال مع فلان. انا عيط لي واحد كيفاه وقال لي خويا مراد اني خليتهم ما حبوش يوجدوا لي قلت له غلط وغلطوا قالوا لي هكا حتى من العام لازم يبقاو مع بعضهم. لا لا يا اخي يعني قلت له عاود نحيهم وطلب ربي ان شاء الله خليهم يقعدوا لك واحد 15 يوم وعاود طلقهم وتعاود تعيط لي ولا فيديو هذا راك تقدر تشوفه ان شاء الله راك فهمتوني. نروحوا نعطيكم كيفاه تبريباري ودعيوا لنا بارطاجيو لا فيديو تنساوش خاوتي اللي تحبوه فوق المراد تبارطاجيو لا فيديو بارطاجيو في لي باج من الدار هكذا. نروحوا نعطيكم حبابنا اللي يحبونا واللي يتبعوا في خوكم مراد حبيت ننصحكم نصيحه لوجه الله. هذه البراقه صافيه هي اللي نوكل بها المقان تاعي اقسم لكم بالله ونوكل فيهم فوق 50 سنة وهما ياكلوا غير في البراقة صافية والحمد لله ما يمرضوليش. والناس هادو اللي قاعدين يريكلامي والناس هادو اللي قاعدين يمرضوا لهم بالكبدة وبالمصارن السبب تاعهم هي المينوج. المينوج هي العدو تاع المقنين. واللي يحب يتبع خوكم مراد وينجح ديروا براقة صافية وديروا المينوج. المينوج ما تمدوها لهمش تمدوها لهم كل يومين في الثلاث ايام تمدوا لهم خطره. درك نعت لكم كيفاه تمدوها لهم. هذه الميلونج هي مخلطه شريو لي كرا بكل نافات النيجر بكل خلطهم في بعضهم واعطيو له مغرف في غودي يومين ما تعطيولوش نهار الثالث تعطيولو يومين ما تمدولوش نهار الثالث تمدولو وتبعوا بربي ان شاء الله تخرجوا بنتيجه مليحه. ودرك العمليه الاخرى هذا اللوز المرحي وهذا عسل النخله اللي يحب يدير بعسل النخله تقدر تبريباري به للماله تبريباري اللوز مع عسل النخله هكذا. واللي يحب يدير بالعسل لازم تكون الحره. واللي يعود يحب يخلطهم في زوج عسل النخله وعسل النحله نظن مفهوم. بزاف يشوفوا لا فيديو درتو من قبل وقالوا لي خويا مراد ما فهمناش. هذه هي لازم تحطوا العسل وتخلطوها كيما قاعد نخلط فيها وها الريزلت تاعها درك تشوفوها. لازم تخدموها هكذا بعد ديروها هكا ما تكونش هكا ما تلصقش وحطها له يا اخي. هذه ديروها غير للمال في وقت لا كوبلومون كيما قلت لكم في الفيديو الاول بزاف ما فهموش. تحبوا تبريباريوها بعسل النخلة تحبوا تبريباريوها بعسل النحلة على ما أظن الرسالة وصلت. دعيوا لنا معكم ودرك نروحوا نزيدوا نشوفوا الحشاوش اللي ياكل من المقنين كامل. بربي إن شاء الله نعت لكم شوية والخطرة الجاية نزيد نعت لكم. بسم الله نبداو على بركة الله. هذا التلفاف غني على التعريف ما كانش كل ما يعرفوش. هذا رب العالمين داروا نظام للمقنين وقت لا كوبلومون ينوض في ديسمبر جانفي حنا في فيفري هاو دار النوار. وهذا سهلة يقدر الانسان يغرسو نحي الجدرة حطها قدام الدار بربي ان شاء الله هاكم قاعدين تشوفوا فيه هذا قدام الدار تاعي. وهذا هو الوقت نتاعو اللي ياكلوا المقنين. الاوقات الاخرين ما عندوش فوائد. الفائده باه تاكلوا لا فمال وتوكل الطياره تاعها. وهذا الحرايق هذا ثاني وقت لا كوبلومون الريش هذا كاينين مقانين ياكلوه وكاينين مقانين ما ياكلوش الريشه هذه. وشي هو من بعد ويدير شغل النوار في النص ويدير شغل الزريعه هذيك هي اللي ياكلها المقنين تاكلها لا فمال باش تاكل ولادها. وهذه قرنينه النوار هذا الفيولي هذا ساعه ساعه تيدير فيه كاين دود صغير يدير ينحي منه المقنين وياكلو وياكل النواره
بالمال بلا فومال باه يوكلوا طياره تاعهم. وهذا السلق راهو غني على التعريف ما شاء الله، هذا راهو مليح للمال ولا فومال، هذا تقدروا ديروه العام 12 شهر هذا مليح. ونصحكم نصيحه لله، ردوا بالكم من الدواء، ردوا بالكم من الخماج، ها خوكم مراد كلش ناتشورال كلش طبيعي، اللي يتبع خوكم مراد راهو ينجح. وكاينين حشايش وحايد اخرين خطره جايه نحاولوا كيف نفهموكم ونعتوا لكم. ودركا نزيدوا نروحوا نشوفوا هذا الفلفل حلو، وكاين الحار نحيولوا الزريعه كما قاعدين نشوفوا، نحيولوا الزريعه ونمدوها له سيرتو الزريعه تاع الفلفل راهو يموت عليها المقنين. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو هذا ومازال جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.